فنقول أن هذا الشيء قبيح، ونحن نعلم أنه خلق الله، وأنه ليس ليد الإنسان المخلوق فيه إرادة وكسب، فكيف نستقبحه؟ على هذا الرجل الأبيض، وهذا أمر واقع عند الكفار، يستقبح الرجل الأسود منظره وقامته وأنفه وشفتيه ونحو ذلك. وعلى العكس من ذلك يمكن أقول يمكن الرجل الأسود يستقبح الرجل الأبيض، ويمكن يعبر عنه بأن الرجل أبرص وليس بأبرص لكن شديد البياض. فسواء ضحك أو سخر الرجل الأبيض من الرجل الأسود أو الرجل الأسود من الرجل الأسود، الحقيقة أن السخرية تنتقل من أحدهما إلى خالقه أو خالق من يستقبح صورته. وإلى هذا الإشارة في قوله عليه السلام: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. لماذا لا نسب الدهر؟ لأن الله هو المتصرف في الدهر. فأنت إذا سببت الدهر، ما هو هذا الدهر؟ هل هو فعال لما يريد أم هو مراد غير مريد؟ نعم، عند المؤمن هو مراد وهو غير مريد. مراد لمن؟ للخالق المريد الفعال لما يريد. فحينما تسب الدهر فتعود هذه السبة إلى خالق الدهر. من أجل ذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، أي خالق الدهر. هذا تماما كما جاء في الحديث الصحيح: إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل أباه. والدين. نعم. والدين. مش مهم، لأنه فيما بعد. قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: يسب الرجل والد الرجل فيسب والده. يعني من أكبر الكبائر أن يتسبب الرجل المسلم في أن يسب أبوه. من أكبر الكبائر أن يتسبب المسلم في أن يسب أبوه. ترى أليس من أكبر الكبائر أن يتسبب المسلم في سب الله؟ نعم، ذلك أولى. فإذا لا يجوز لنا أن نستقبح شيئا من خلق الله عز وجل، لأنه خلقه بإرادة وباختيار، كما قال تبارك وتعالى في القرآن: وربك يخلق ما يشاء ويختار. ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون.